أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام. اليوم سوف نتحدث عن الدعم المقدم من المملكة العربية السعودية وكذلك دولة الإمارات ودولة الكويت، والمقدر عدد المبالغ المانحة لليمن بمليار ومئتين وخمسين مليون دولار، وهذه التي أعلنت عنها المملكة العربية السعودية اليوم بتبرعها بخمسمائة مليون دولار مساعدة ضمن خطة الاستجابة السريعة للوضع الإنساني في اليمن التي أطلقتها الأمم المتحدة، فيما تبرعت الإمارات كذلك بمبلغ 500 مليون دولار والكويت بمبلغ 250 مليون دعما للخطة الأممية. ويعقد اليوم في جنيف مؤتمر للمانحين من أجل جمع التبرعات للأزمة الإنسانية في اليمن برعاية الأمم المتحدة وسويسرا والسويد، وبحضور الأمين العام للأمم المتحدة أنطوني غوتريس. واتهم رئيس الوفد السعودي عبد الله ربيعة خلال كلمة في اجتماع الدول المانحة بشأن اليمن في جنيف ميليشيا الحوثي بنهب المساعدات والعمل على تفاقم الأزمة الإنسانية بالانتهاكات المستمرة بحق أبناء الشعب اليمني. ودعا برنامج الغذاء العالمي المشاركين في المؤتمر للتبرع بسخاء، فيما أوضح المتحدث باسم البرنامج إن 22 مليون يمني من السكان يحتاجون للمساعدات الغذائية العاجلة. إذا للحديث حول هذه المنحة المقدمة من دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية ودولة الكويت ينضم إلينا عبر الهاتف السيد محمد المخرمي رئيس مركز سكوب للدراسات والإعلام الإنساني. مرحبا بك سيد محمد. مرحبا بك ومشاهدين الكرام جميعا. أهلا ومرحبا بك. ماذا يعني هذه المنحة المقدمة من الدول السعودية والإمارات والكويت؟ هي في الواقع تجسيد لمبادئ الإخاء وروح التكافل من أجل إنقاذ الشعب اليمني، إنقاذ المتضررين من هذه الحرب في كافة المحافظات اليمنية. وهذا الدعم السخي ليس بجديد بل ولا بمستغرب فيه، فالمملكة العربية السعودية والإمارات والكويت تقدم وتساند الشعب اليمني منذ سنوات طويلة ومنذ عقود طويلة بكل الأزمات التي تمر بها اليمن. وتجسدت اليوم أيضا هذه المنحة التي قدمت من هذه الدول الثلاث بمدى الدعم السخي وأيضا الاستشعار بوضع الإنساني والمأساوي الذي يمر به اليمنيون في مختلف المحافظات وهم والفئة المتضررة منهم، من سواء من النازحين أو من الأسر المعدمة والفقيرة أو أيضا المرضى في المستشفيات، حيث أن هذه الإغاثة وهذه المبالغ تقدم في مختلف المجالات من الأمن الغذائي إلى الأمن الصحي إلى مراكز الإيواء إلى أيضا دعم عملية التعليم والدعم العمل الإغاثي والإنساني بشكل عام. نعم. ما الآلية التي سوف تعمل بها الدول المانحة لتسليم هذه المبالغ؟ الآلية هي نفس الآلية السابقة، تقدم هذه المبالغ للأمم المتحدة لمنظمات الأمم المتحدة، منظمات الأمم المتحدة بدورها تقوم بتوزيع هذه الإغاثة في مختلف المحافظات اليمنية بناء على خطط التي قدمت ودراسة الاحتياجات في مختلف المجالات في كل المحافظات، سواء التي تقع تحت السلطة الشرعية أو تقع تحت سلطة الحوثيين. الإغاثة التي تقدم تخصص للمدنيين في كل المحافظات اليمنية وتوزع وفق برامج مخصصة، أولا تهتم بالأمن الغذائي كما رأينا في العام الماضي خصص أكثر من 530 مليون دولار بالبرنامج العالمي للأمن الغذائي، ثم بعد ذلك أيضا تبرع المملكة والإمارات بعد خطة الاستجابة ب 500 مليون دولار لدعم الأمن الغذائي حتى يتم معالجة مشكلة انعدام الأمن الغذائي، حيث ارتفعت نسبة انعدام الأمن الغذائي إلى 66% مما يندر بخطورة الوضع وخطورة انعدام المواد الغذائية، سيؤثر أو سيهدد بدخول المجاعة في بعض المناطق اليمنية. لذلك الاهتمام الأكبر يأتي بالأمن الغذائي، ثم بعد ذلك دعم المستشفيات بالمستلزمات الطبية والأدوية وأيضا دعم النازحين وتوفير مراكز إيواء. ونتمنى أن يكون هذا العام أن يكون العمل هذا العام مختلف أو أن تصحح الأخطاء التي وقعت فيها المنظمات المتحدة في السابق بتصحيح المسار في اعتمادها على منظمات إنسانية محايدة ولا تتبع لأي طرف كما فعلت في العام الماضي. هناك أخطاء وهناك إغاثة صودرت وهناك العديد من الأخطاء
الأخطاء والنظرا لغياب الرقابة هناك العديد من الأخطاء التي وقعت في عملية التوزيع. لذلك حتى لا يتضرر المدنيين وحتى تؤتى هذه المنح الفائدة منها ويكون لها فائدتها، يجب أن يكون أولا أن تسمح الأمم المتحدة لمنظمة المجتمع المدني بالرقابة المجتمعية. الأمر الثاني أن تقوم باختيار شركاء التوزيع من المنظمات الإنسانية المحايدة حتى تتمكن من وصول لكافة المدنيين، وأيضا أن تصرح دائما في من يقف في إعاقة هذه الإغاثة حتى لا تذهب هذه الإغاثة كمجهود حربي أو غيره من الأخطاء التي وقعت في العام الماضي وقبله من العام في خلال وكيف لها أن تتجاوز تلك الأخطاء، خصوصا أنك تتحدث بأنها تشمل كافة الأراضي اليمنية بما فيها المناطق الخاضعة تحت سيطرة الانقلابيين، وحذر واتهم الرئيس الوفد السعودي بأن ميليشيا الحوثي الانقلابية هي من قامت بنهب المساعدات في السابق، اتهمتها اتهام مباشر، كيف لها أن تتجاوز هذه العقبة؟ في عملية تجاوز هذه العقبة أمر سهل جدا. فيما يتعلق المنظمة المتحدة تمتلك الحماية الدولية وفق القانون الإنساني الدولي، وتوفر لها الحماية في حماية العاملين في مجال الإغاثة والإنسان، فقط لمجرد إصدار بيان عندما يتم التعرض أو لمصادرة أي إغاثة عندما لا تقوم بالتغطية. هنا مجرد البيان الأول سيضطر المجتمع الدولي في الضغط على الميليشيات بالسماح للمنظمات العاملة في الميدان بالعمل بأريحية. الآن خلال العام 2018 أصدرت ميليشيا الحوثي تعميما على كل المناطق أو كل المؤسسات الحكومية التابعة لها من وزارة الداخلية بمنع المنظمات الدولية من إجراء أي بحوثات أو أي دراسة استقصاء في الوضع الإنساني أو جمع أي معلومات إلا بالعودة إلى مركز التحرير والإحصاء التابع للحوثيين. وهذا أيضا يتعارض مع العمل الإغاثة والإنساني، لأن مرتكز العمل الإغاثة والإنساني يعتمد على مدى توفر المعلومة، لأن المعلومة هي في مدى احتياج في منطقة معينة وعدد معين. عندما تقوم هذه المنظمات برفع معلومات مضللة تقدم الإغاثة على موجب هذه المعلومات وتذهب حيث يتم اختيار المعلومات، بمعنى أن من يتحكم بإعطاء المعلومات أو رفع الاحتياجات هو الذي يتحكم بمسار الإغاثة بشكل عام. لذلك نتمنى أن يكون هناك تصريح واضح أو على الأقل إدانة واضحة من الأمم المتحدة لكل الميليشيات التي تعرقل عمل المنظمات الإنسانية، حتى يتم خلق بيئة آمنة للعاملين في المجال الإنساني، ويتم توفير حماية دولية للعاملين في المجال الإنساني ليتمكنوا من الوصول إلى كل المدنيين، لأن الإغاثة تشمل كل المدنيين. نحن نهتم باليمني الذي في تعز، في صنعاء، في صعدة، أضرموت، في كل المحافظات هم أهلنا. لذلك الإغاثة تستهدف هذه الفئة من المدنيين الذين لا علاقة لهم بالحرب، ويفترض أن تقوم الميليشيا الحوثي بالسماح للمنظمات المجتمع المدني بتوفير بيئة آمنة للعمل لحتى يتمكنوا من إنقاذ المدنيين وحمايتهم من الكوارث الإنسانية المتفاقمة التي نشهدها يوما بعد آخر. نعم، ماذا أيضا عن الدول المساهمة للاستجابة للخطة الإنسانية في اليمن، وعن المنظمات كذلك الدولية المساهمة في هذه الخطة التي ترعاها الأمم المتحدة؟ فيما يتعلق بالمنظمات الدولية، هي تقوم بعملية بدراسة الاحتياجات، وأيضا تقوم بتحديد الاحتياج، والجهات المانحة هي التي تتبرع، وهذه المنظمات هي التي تقوم بعملية التنفيذ. الجهات المانحة الأخرى إلى جانب المملكة العربية السعودية والإمارات والكويت، قدمت المملكة 500 مليون دولار والإمارات 500 مليون دولار والكويت 250 مليون دولار، وأيضا قدمت أمريكا 24 مليون دولار، وقدمت سويسرا 13 مليون دولار، وأيضا ألمانيا مليون دولار، والاتحاد الأوروبي مليون و600 ألف دولار. كل هذه الإغاثة ستجمع، يفترض أن على سبيل المثال العام الماضي كان إجمالي ما تم تسليمه، ما تم الإعلان عن الاحتياج فيه 3.2 مليار و900 مليون دولار، وما تم التبرع به كان 2 مليار و560 مليون دولار. أتمنى أن يتجاوز العدد من مبالغ تتجاوز هذا أو أن تزيد على العام الماضي حتى تخفف هذه المنظمات من الوضع الإنساني الكارثي، لأن عندما وأيضا أن تقوم ذاتها المنظمات المتحدة المعنية بالتوزيع أن تصحح من مسارها حتى تخفف من المأساة وأن يكون لهذه المبالغ جدوى. العام الماضي تم الإعلان عن احتياج ب 2 مليار و900 مليون دولار، وتم
التبرع بمبلغ 2 مليار دولار و 25 ألف، وما قدم إلى أكتوبر 2018 لم يتجاوز 43% من المبالغ التي استلمت، بمعنى أن هناك خلل في عملية التوزيع، هناك خلل في سرعة إيصال الإغاثة. التسليم أم التوزيع تتحدث خلل؟ التسليم، التسليم بالتأكيد، وكان الإعلان في فبراير في مارس، وتم في أبريل، في نهاية مارس إلى أبريل تسديد كل المبالغ هذه بمبلغ تسديد ثلاثة أرباع المبالغ، وصلت إلى 2 مليار و 500 مليون دولار إلى مارس إلى أبريل. التوزيع يفترض أن ينتهي العام 2018 بتوزيع كافة الإغاثة، وإن دخلنا شهر أو شهرين داخل بالكثير، لكن لا ينتهي العام 2018 ونحن لم نقم بعملية التوزيع أكثر من 45%، بمعنى أن هناك خلل في عملية التوزيع، وهتتحمل هذه المسألة تتحملها الولايات المتحدة بالتأكيد، لأنها معنية بإيصال المساعدات بأسرع وقت للمستحقين. هناك في العام الماضي سجل 18 مليون مدني بحاجة للمساعدة الغذائية. يفترض عندما يتم تسليم هذه المبالغ وخطط الإغاثة، يفترض أن يتم التعافي، أن يكون الاحتياج أقل في العام القادم، لكن ما رأيناه هناك ازدياد في الاحتياج، بمعنى أن العمل الإغاثي لا يكفي. وأيضا كما نأمل أن يكون هناك مشاريع تنموية، مشاريع تنموية، العمل الإغاثي لن يحل المسألة الإنسانية، لابد من تفعيل الصادرات، تفعيل النفط، تفعيل الحكومة اللبنانية تقوم بدورها أيضا بضبط عملية الإيرادات والتصدير لكي تمتلك موارد تحافظ على الاقتصاد، تحافظ على العملة اليمنية. أثر الاقتصاد وتأثر الاقتصاد يؤثر على العمل، الوضع الإنساني، يؤثر على الفئة أكثر ضعفا، وهي الفئة المعدمة. لذلك ما نتمناه أن يكون هناك، أن ترافق هذه العملية الإغاثية مشاريع تنموية، حتى لا يظل اليمنيون يعتمدون على الإغاثة بشكل مستمر. الإغاثة لن تحل المسألة الإنسانية، لابد من تفعيل مؤسسات الدولة، لابد من تفعيل الصادرات، لابد من تفعيل الموانئ اليمنية، لابد من تفعيل أعمال تنموية مستدامة تعالج البطالة، تعالج أيضا إعادة الإعمار المؤسسات التي هدمت. هناك أكثر من 48% من المؤسسات الصحية اليوم المرضى يموتون أمام المستشفيات. هذه الإغاثة لا تخصص المرضى، هذه الإغاثة تخصص الأمن الغذائي لعلاج الجرحى، لتقديم إسعافات أولية، لتقديم لمكافحة أوبئة، لكن المرضى الذين يموتون في المستشفيات لعدم وجود تجهيزات كافية بعد أن تأثرت الحرب، أكثر من 42% من المؤسسات، من المستشفيات معطلة بسبب الحرب. لذلك ما نتمناه أيضا أن تكون هناك خطة شاملة اقتصادية إنسانية تنموية. نعم. لخروج شعبنا من هذه المسألة الإنسانية، وألا يستمر الوضع على الاعتماد الكلي على هذه المساعدات. الشعب اليمني لديه الثروات ولديه الإمكانيات، ويستطيع إذا تحقق الأمن والاستقرار أن ينهض بنفسه، وأن يمتلك قوته بنفسه، وأن من موارده، وأن يكتفي من هذه الإغاثة. كما لا ننسى أيضا أن تقدم بشكل كبير لكل الذين ساهموا في التخفيف من هذه المسألة الإنسانية، وهذه المواقف ستخلد في قلوب اليمنيين، في ذاكرة اليمنيين، لكل من وقف مع اليمنيين في هذه المأساة. لكن أيضا نتمنى أن تكون هناك إسهامات ومساعدة لليمنيين، أو لاستشعار المسؤولية من الحكومة الشرعية في تفعيل المؤسسات الدولة، لتفعيل الصادرات، لحفظ الاقتصاد اليمني، لمعالجة البطالة، أيضا دعم المستشفيات بالمستلزمات والأجهزة الطبية، حتى يتم الاستفادة من قبل المرضى. اليوم المرضى كما قلت، هناك مرضى يموتون، مرضى السرطان، مرضى الفشل الكلوي، مرضى القلب، مرضى العديد من المستشفيات معطلة. هذه فئة تأثرت تأثرا كبيرا بسبب الحرب، لذلك يفترض أن تكون، أن يلتفت الجميع لها، لأن هؤلاء لا علاقة لهم بالحرب، هؤلاء المدنيين لا علاقة لهم بالحرب، ويفترض أن تؤمن لهم حياة كريمة. نعم. نتحدث عن وضع إنساني صعب في اليمن، أو أزمة إنسانية واحتياجات كبيرة أمام هذه المبالغ المقدمة من الدول المانحة. هل هي كفيلة بتغطية كل هذه الأزمة الإنسانية في اليمن سيد محمد؟ بالتأكيد لا، لو أنها كانت كفيلة لكانت المبالغ التي سلمت في العام 2018 كفيلة بإنهاء المسألة الإنسانية. سلمت في العام 2018 2 مليار و 500 مليون دولار، وأيضا ساهمت السعودية والإمارات في شهر 10 2018 ب 500 مليون دولار لدعم الأمن الغذائي.
بمعنى أنها تجاوزت 3 مليار ولم تسهم في حل المأساة الإنسانية. الإغاثة هي تخفف فقط ليتمكن هؤلاء من البقاء على قيد الحياة، بمعنى أن ما دامت الحرب يظل الاحتياج. لذلك لابد من إيجاد مشاريع تنموية، والمشاريع التنموية لن تتم إلا إذا توفر الأمن والاستقرار. لذلك لابد من وجود حلول جذرية لكافة المأساة الإنسانية حتى يتعافى اليمنيون من هذه الكارثة. أشكرك جزيل الشكر سيد محمد المقرمي رئيس مركز كوب للدراسات الإعلامية والإنسانية، كنت معنا عبر الهاتف.